ومكملين معكم مشاهدينا من هي الجزيرة الجميلة التي تقع في قلب طرطوس أو مقابل مدينة طرطوس على مسافة ما بتتجاوز 3 كيلومترات. هالجزيرة اللي بتتمتع بتاريخ عريق وموقع متميز وفريد. لنتعرف أكثر عن هي الجزيرة وعن الواقع الخدمي بالجزيرة معنا السيدة فاطمة علي كنيفاتي رئيس مجلس بلدية جزيرة أرواد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك، شرفتونا بجزيرة أرواد. صباحك في كان بجزيرة أرواد، جزيرة أرواد منورة جدا جدا بضيوفها الكرام، وإن شاء الله بتتقضوا معنا وقت ممتع وسعيد كما هي أرواد دائما إن شاء الله. أرواد هي جزيرة وحيدة على الساحل السوري، هي الجزيرة السورية الوحيدة التي تطل على طرطوس، لها خصوصية ولها جمالية معينة. كل الترحيب بكم في هذه الجزيرة. أهلا وسهلا ست فاطمة، منورة بأهالية وبوجودكم أكيد، وبهذا العمل المستمر دائما، عندكم ورشات، عندكم ترميمات، عندكم أشياء عم تشتغلوا عليها لكرمال تضل منطقة سياحية وتضل العين عليكم. بداية خلينا هيك من خلال عملك نحكي عن الواقع العام بجزيرة أرواد، الواقع الخدمي. أرواد حاليا هي كأمور خدمية بأرواد، نحن أمورنا الخدمية تعد بمرتبة جيدة بالنسبة للأوضاع والظروف الحالية. أمورنا الخدمية نحن الهاتف، الاتصالات مقبولة جدا بأرواد، المياه مؤمنة بشكل مستمر، الكهرباء كما هي في بقية المحافظات. نحن في أرواد ليس لنا خصوصية معينة ولكن تابعين لمحافظة طرطوس بالكهرباء. الأمور الخدمية الأخرى من أمور خدمات للمواطنين تتعلق بنقل البضائع بالمواد الموجودة بالأسواق بالمحلات، هي تعادل طرطوس ويمكن تكون أكثر أيضا من طرطوس. الأمور أهالي أرواد يعيشون، نحن أهل أرواد نتأقلم مع الواقع اللي نحن نعيش فيه. يعني الواقع لأن هي عبارة عن مدينة صغيرة. نعم. أرواد مدينة صغيرة تعد وليس لجزيرة، ولكن هي بعدد سكانها وبالعدد الأسر الموجودة فيها هي مدينة صغيرة. نحن تقريبا خلال أيام الصيف تعادل أرواد 10,000 نسمة، إنسان مقيم بأرواد يعادل 900 عيلة أسرة بأرواد. هي مكتظة جدا بالسكان، مشان هيك لحضرتك كان بتشوف انه الاطفال من حوالينا والناس، لان هي بالاخير حاراتنا ضيقة وفرحانين اليوم بوجودنا، هيك حابين اليوم نشوفوا كيف اليوم طريقة شغلنا. انه هن شعب مضياف جدا جدا ويحب الزوار ويحب الضيوف التي تأتي إليه. نحن نعمل على موضوع تحسين الواقع السياحي بأرواد. أرواد أولا وأخيرا حسب صدور المخطط التنظيمي الذي صدر عام 2017 و2018، أرواد هي منطقة عدت منطقة سياحية، لذلك عملنا كله ينصب حاليا على تحسين الواقع السياحي بأرواد من خلال المنشآت السياحية التي بدأت بالإقلاع حاليا، ونتمنى أن يكون عدد السواح هذا العام أفضل من الأعوام السابقة إن شاء الله. من ناحية النظافة، الأمور الخدمية والنظافة العامة يجب أن تكون أيضا أفضل، ونحن نسعى ونقوم أن تكون أرواد نظيفة كما نحلم بها وكما نرضي وكما كانت سابقا. سنعود بأرواد إلى ألقها السابق الذي كان على مر العصور والتاريخ بجهودكم. أكيد ذكرنا السياحة، الله يعطيكم العافية. نحكي عن أهم المشاريع السياحية بهي الجزيرة. حاليا نحن عندنا مشروع سياحي ضخم، ولكن بسبب أوضاع معينة ظروف معينة تم الإيقاف لفترة مؤقتة. هو مشروع فندق أرواد أو فينيقيا أرواد، هي منطقة إذا تم بنائها هي منطقة سياحية جيدة جدا جدا، مطاعم ومقاصف وما يحتاجها السائح. أما حاليا نحن نعمل على أمور أبسط. أنا أفضل حاليا السياحة الشعبية، يعني أن تكون أرواد هي منطقة سياحية شعبية، يعني كل إنسان يأتي إلى طرطوس، أنتم تعلمون والجميع يعلم، من يأتي إلى طرطوس يجب أن يأتي إلى أرواد. ونحن عم نحاول بأي طريقة نحن نستقطب هذه الناس التي تأتي إلى طرطوس، أن نستقطبها وتكون في أرواد معنا بإقامة جميلة. نعم. ومريحة. السياحة الشعبية هي عبارة عن مطاعم ومقاصف تكون بسيطة ولكن نظيفة وجميلة. حاليا إذا عملنا جولة نحن على المنطقة الشرقية من أرواد، منلاحظ أنه في تحسن جدا جدا بالمنطقة بالمطاعم والمقاصي. في عنا نحن حاليا في منطقة أثرية جدا رائعة، البرج الأيوبي تم استثماره بطريقة رائعة جدا جدا ليكون عبارة عن نسميها أعداد شعبية. نعم. بسيطة ولكن جميلة جدا جدا، وضمن عراقة التاريخ الإروادي والحضارة الإروادية اللي هي كانت سابقا هي مملكة. يعني بترجعنا شوي جلوسنا بالبرج، بعيدنا شوي للتاريخ القديم جدا من آلاف السنين. صحيح، حضارات، اليوم عم نحكي حضارات وتاريخ. هي أرواد حاليا هي تتميز، يعني مثل يعني جزء هي جزيرة سورية، سورية تتميز بالحضارات بالتاريخ العريق.
نحن أروادنا حسب قراءتنا للتاريخ تقول أكثر من 7000 عام هي أرواد موجودة، وكانت عبارة عن مملكة فينيقية. معالمها تدل على ذلك، المعالم الأثرية واضحة بأرواد تدل على ذلك. أستاذ فاطمة، وقت اللي بنقول الأرواد دائما بنروح للمركب والقارب، ونحن بنعرف انه قد ايه اليوم في اهتمام بصناعة القوارب بالجزيرة. خلينا نحكي عن الواقع هيك بشكل عام، اليوم الحرف التراثية ان كان من الصدف ان كان من القوارب، اليوم شو أكثر شيء عم تركزوا عليه ضمن أرواد؟ نحن حاليا نحن عنا عدة مهن ما بنخرج عنها، يعني المهنة الأولى هي السفر والخارج إلى البحار والمحيطات، وأبنائنا مشهود إلى بالعمل البحري المتميز. العمل الآخر الثاني هو مراقب الصيد والصيد البحري. صيد البحري شوي قليل جدا هالأيام بأنه الأوضاع معينة وظروف، ولكن نحن العمل الثاني هو الصيد. إمتى بينشط العمل البحري؟ العمل البحري بينشط تقريبا بهالأيام، ابتدى العمل البحري يكون أفضل. الصيد البحر بالبحر، السفر بالبحار صيفا شتاء، ولكن الصيد ربيعا صيفا خريف شوي، اما الشتوي شوي قاسيه على الصيادة. صحيح، يعني متاقلمين مع الوضع، يعني عادي. نحن من الاف السنين هذا عملنا. الناس اليوم بتستغرب يمكن ليلى انه انتم اليوم بتنزلوا على المدينه بالقارب بترجعوا باحوال جويه متاقلمين، بجوز تكون جدا مطر يعني ليلا نهارا. يا مثلا يمكن بتفاجئ ان انت بترقص للساعه 11 بالليل، شو بدك ترجعي؟ صحيح، كثير بسيط وسهل، يعني مثل التاكسي تماما. يعني كيف بتطلعوا بالسيرفيس، كيف بتطلعوا بالتاكسي، نحن هذه تاكسيتنا يعني طبيعي جدا باي وقت، حتى لو نحن عندنا حالات صحيه معينه 3-4 الصبح 2 الصبح ما في اشكال ابدا، والحمد لله الامان من الله سبحانه وتعالى، مراكبنا ان شاء الله امنه، يعني ما في مشكله فيها الا بالانواع العاليه جدا. هذه الموانئ بتعطي اعازات او تنبيهات المدير العام للموانئ بالمنع، هذا منع بتكون عام. أستاذ فاطمة، يعني وقت منقول جزيرة أرواد ومن المنظر الموجود أمامنا صناعة قوارب حرف تراثية، يعني عمر ودهر وحضارات وتاريخ مرق عليها، يعني إن كان من صناعة القوارب، من خلينا نقول من السفن الصغيرة، من الصدف وغيرها من الحرف التراثية، خلينا هيك نحكي بشكل أوضح عن واقع هاي الحرف اليوم، كيف عم تشتغلوا عليها اليوم كرمال تضلوا محافظين عليها؟ نحن عندنا المهنة التراثية الأولى اللي عندنا رغبة جدا الحفاظ عليها، هي تصنيع المراكب الخشبية التي هي الأولى على مستوى العالم. أكيد حكما يعني الأولى على مستوى العالم، نحن نصدر قبل الأزمة اللي مرت على سوريا، نصدر هذه المراكب إلى دول أوروبا، لذلك نحن حريصون جدا على الحفاظ على هذه المراكب. قديه اليوم نفتخر ليلى انه نحن صناعه سوريه. تصدير الى اوروبا، يعني بيد صناعه بيد سوريه ارواديه، وهي تقان عاليه جدا افضل من المراكب التي تصنع من الحديد. هذه المهنه هي تقريبا يمكن نحن غير السابق، سابقا كانت هي يعني فعلة اكثر حاليا شوي، ولكن نحن بمعيه توجيهات سيد محافظ طرطوس بمعيه المحافظه نحن نسعى مع أصحاب هذه الورش أن نزلل كافة الصعوبات التي تعترض عملهم لتبقى هذه المهنة إلى سنوات طويلة. عايشة اليوم مهمة الشباب اللي عم يشتغلوا فيها. المهنة الأولى نحن بنعدها، ما بنتخلى عنها، شو ما يعني شو ما عملنا وشو ما حولنا بتبقى إن شاء الله. الموضوع الآخر هو أن نحن البحر يمتلئ بالأصداف والقواقع وهالأمور هذه، تحول هذه القواقع والأصداف بطريقة معينة تنظيفها وغيرها، تحول إلى أشكال جميلة جدا تزين بها المنازل وتزين بها القاعات وغيرها. هذه نحن عنا بنسميها نحن تصنيعة أو المهنة الحرفية الثانية بأرواد، تقوم فيها أحيانا السيدات بالمنازل، أحيانا ناس معينين من الرجال يقومون بها وتخرج أيديهم لوحات فنية رائعة جدا. شفنا هذا الشيء بالأسواق. يعني وقت عملنا فتلة الصناديق تلفت النظر جدا من شو مصنوعة وكيف مصنوعة. هذه كمان مهنة أروادية نحن نفتخر شغل وتعب لحتى توصل لهذا المنظر، حتى بدها هيك حدا كثير بدها حس إبداعي حدا يكون زويق. هو دائما ابن أرواد زويق، يعني اللي بعيش بالبحر. صحيح. مع الموج ومع صوت الموج والبحر أكيد في عنده حس فني حلو جميل. باعتبار هي الجزيرة يعني منطقة سياحية ودائما لازم تضلوا متابعين بالمشاريع السياحية، شو هي المشاريع القادمة بالنسبة لجزيرة أرواد؟ حاليا نحن نعمل على تجميل هذه الجزيرة، تجميل هذه الجميلة، جمالتها تكون أولا أنه تكون طرقاتها طريقة أنه تكون معبد وطريقة بطريقة جميلة. نحن حاليا عندنا مشروع يعادل 4000 أو 5000 متر مربع يتم
صبوا او تبليطوا بماده البازلت. هذا مشروع بدايه مشاريعنا. نعم. يعني 4000 متر مربع معنا كلمه بسيطه بهالايام هذه نحن، والمشروع تقريبا انجاز 80%. بعدها نحن عندنا مشروع اخر ايضا حفاظا على هذه الجزيره وعلى ان يكون السائح يتجول بالجزيره بطريقه مريحه بالمنطقه الشماليه الغربيه من اروان عند السور الفينيقي. ايضا نقوم بمشروع وهو ما بنقول ما تبليط، هو عبارة عن صبها الطريق لتكون أرواد، من يأتي إلى أرواد يخرج من الشرق يدور بها جنوبا غربا شمالا ليعود إلى الشرق بطريقة جدا جدا سهلة وسلسة. المشاريع الأخرى هي الأمور الخدمية بالأساسية، عمل نظافة، نظافة المطاعم، نظافة الأحياء. وأتوقع أن الأمور نظيفة، يمكن ليس كطموحنا نحن ورغبتنا، أكيد طموح والرغبة أعلى من هيك بكثير، بس مقبولة حاليا، والأيام القادمة إن شاء الله بتكون أفضل لنا ولبلدنا بطريقة إن شاء الله. اليوم في جهود الأمور. يعني وقت اللي دخلنا على جزيرة أرواد أنتم بلشين بمشروع. نعم. بالتبليط. نعم. يعني اليوم عم تشتغلوا، أكيد في تشبيك بينكم وبين المحافظة وبين وزارة السياحة، وفي تسهيلات اليوم مقدمة لحضرتكم؟ جدا، في تنسيق كامل مع محافظة طرطوس، وفي كثير كثير تسهيل لأي مشكلة وأي صعوبة نحن بتعترضنا. أيضا نحن في مجتمع المحلي يساهم، وهو واجب علينا جميعا يساهم معنا في إعادة أرواد إلى تألقها وإلى جماليتها. عنا عدة أشخاص من أهالي أرواد من الذين يتميزون بأصحاب المراكب، أصحاب السفن الضخمة ينفذون هذه المشاريع. هلا المشروع هذا الموجود احنا عندنا شخص واحد ومنفذه اسمه مسميه احنا الحج على السميه، يعني هو انسان كثير كثير حابب يكون ارواد، وانا اتمنى واكيد في مثل عشرات ومئات سياتون على ارواد، وسنعيد مع اهالي ارواد بالتعاون مع محافظه طرطوس ستعود ارواد. صحيح. كما نريدها كما كانت سابقا. ارواد جميله جدا جدا، ولكن بدها منا شويه عنايه. والمشكله بارواد يمكن انا اذا حكيت هلا حاليا نحن عندنا اكتظاظ سكان، يعني اكتظاظ بعدد السكان، اطفال يعني يعادل 3000 طفل موجودين بالحارات وبالساحات. طفل وين؟ يعني يا على البحر عم بيتسبح بالصيفيه، موجود معنا هلا بالحارات وبالساحات. لازم يكون في لهم نشاطات او اي الطموح نحن عندنا هو الخدم اللي نحن عم نشتغل عليه. نعم. انه نقيم شيء ملعب ونادي رياضي. ان شاء الله بالسنوات القادمه اذا جيتم شرفتونا بعد سنه او اثنين يكون عندنا نادي رياضي وملعب صغير للاطفال نحتويه يهمتكم اكيد بطريقه منظمه اكثر. بدنا نتشكر جهودكم. شكرا كثير لكم وهي الحلقه فيك. يعني المميزه من هي الجزيره، وبدنا نشكرك على هي المعلومات. شرفتونا ونورتوا ارواد. ست فاطمه شكرا لك. ومثل ما ذكرتي نقطه، اليوم ابناء ارواد المغتربين يعني اليوم ايدكم بايدهم، اكيد رح تعملوا شيء، وانتم اليوم كجزيره بتحسوا حالكم عائله واحده، ونحن عم نشوف هذا الشيء على الارض بمحبتكم وبطيبتكم. شكرا لك ست فاطمه، بنتمنى لك كل الخير، كل الصحه والتوفيق، ولنا اكيد زيارات اخرى لارواد. اكيد ان شاء الله. هلا نحن بمعيد اهالي ارواد وودعناكي، ولكن عندكم اكله كثير طيبه، السمكه الحره والصياديه يعني مميزه، عندنا اكلات طيبه بس هذه مميزه لاهالي ارواد. اول شيء بيروحوا عليها جدا كل سوا بحب يذوقوا السمك الحرة والصيادية الأروادية. طيب نحن اليوم كونوا بالجزيرة أرواد ليلى، فنحن بنتعرف على هاي الأكلة كيف تنعمل. هلا نحن بجوز إلنا تجارب فيها، ولكن ما حتكون بنفس الحرفية ضمن مطاعم أرواد، كونه هي الأكلة الشعبية المطلوبة من كل حدا بيزور أرواد. رح نروح نحن وأنتم ضمن محطة لنتعرف اليوم كيف السمكة بتنعمل وكيف تتحضر، وأكيد رح نرجع لنكفي هذا الصباح الحلو بأهالي طرطوس وبجزيرة أرواد. هالأرض أمي ونبع عمري ومنهلي، وما في حدا إلا وفداها من هلي. حمينا ترابة بالسواعد من هلي، راد بلا جدول غدر ببلادنا. عندك بحرية يا ريس سمرو شرقية، يا ريس عندك بحرية يا ريس سمرو شرقية يا ريس، والبحر كويس يا ريس، وصل لي حبيبي
الرمل الدايب كاتبنا شوق الحبايب دوبنا، الرمل الدايب كاتبنا شوق الحبايب دوبنا، من الشام وصلت كوادرنا من الإخبارية السورية، من الإخبارية عندك بحرية يا ريس سمرو شرقية، يا ريس عندك بحرية سمرو شرقية يا ريس، والبحر كويس يا ريس وصل لي حبيبي دخلك يا هوا الشمالي، نيران الهوا قتالي دخلك يا هوا الشمالي، نيران الهوا قتالي بالغربة تخطر على بالي أيام زمان وليالي، بعدها على بالي يا ريس بعدها على بالي، عندك بحرية سمرو شرقية يا ريس عندك بحرية سمرو شرقية يا ريس، والبحر كويس يا ريس وصل لي حبيبي يا ريس يا ريس يا ريس يا اهلا وسهلا يسعد صباحي. كيفك؟ اهلا شرفتونا. اهلا هلا نحن ضيوفكم اليوم بطرطوس وبجزيره ارواد، ودائما يعني الاكله المشهوره عندكم هيك خبرنا اكثر. اكله شعبيه مشهوره في اهل ارواد طبعا والساحل السوري بشكل عام هي سمك الحراس الصياديه. ماكولات يعني شعبي يعني اللي بجوز اليوم العالم ما بتحب السمك هالقصص. الصياديه بتتالف هي بتجيبي بصلي طبعا بتعمليها ترنشات تحرقيها بالزيت السمك اللي بتقلي فيه السمك بتحطيها بالزيت حتى تحمر البصل تشقر، وبعدين بتصفيها بدي فيها مي حسب الكمية اللي بدك تعمليها، ممكن لتر مي أو نص لتر مي بتضيفيها فوق زيت السمك والبصلة، بعد منها بتجيبي مصفى بتصفي بتشيلي البصل بيبقى الزوم، هالزوم هيدا بتطبخي فيه الرز الصيادي اللي هي الصيادي طبعا بينحط عليها كمان بهارات مثلا مثل كسبرة فلفل أسود كمون تعطيها نهجة وطعمة. طيب اليوم نحن واهلا وسهلا فيكم بأرواد. شوف اليوم طريقة السمكة الحرة على طريقة العم علي وعلى طريقة أهل أرواد اليوم السمك. نحن شو نوع السمك اللي في عندك اليوم؟ إجاج وفي عندك سرغوس. إنه أفضل ولا ممتاز هذا؟ هذا سمكة ممتازة للإجاج. طيب بعد اكيد انت حضرتك منظفون. اكيد منظفون. شو الخطوات؟ خلينا هيك نحكي بالخطوات اليوم. هلا بننظف طبعا بنبشر بنشيل البشر عنه بننظفه من جوا كله، بعد بدنا بنجرح السمكه. تفضل خلينا هيك عمالي احنا عم ندردش. تفضلي. نحكي بالطريقه. طبعا بنجرح السمكه بهالطريقه هذه منشان تستوي ومنشان يدخلها الصوص وتتخمر مزبوط بالصوص الحره. هي هالطريقه هذه. وهيدي النوعية طبعا بهالطريقة هذه إذا كانت حبة كبيرة وطويلة نعملها هيك، هيدي الثانية كمان هيك، بعد منها أكيد بنحطين بالزيت، الزيت بده يكون قلي. أول شيء بنروح للقلي. ليش دائما نحن بنعرف إنه السمكة الحرة بجوز أكثر الناس بتعملها بالفرن يعني؟ إيه سوري بينعمل بالفرن بينعمل حسب السرعة والهادي وشو الإنسان طلبه الزبون طلبها ممكن مشوي بده اياها حره بتنعمل هيدي ما في مشكله. شو اكثر الناس بتيجي بتزور جزيره ارواد بتفضل المشوي او الفرن؟ الاغلبي بياخذوا حره وبياخذوا مشوي الاغلبيه طبعا، وقلي نسبه قليله بياخذوا. طيب اليوم عم علي شو حتى انت اليوم شو اخترت لنا الطريقه هلا بعمل لك اياهن شوي اسرع وارطب واحسن مشان الزيت اكيد لانه في ناس كثير الزيت بضايقها. طيب فبنعملها شوي احسن. طيب هلا نحن شو الخطوه بعد التجريح؟ الخطوه بعد التجريح بنملحها بنحطها بالفرن نشويها لمده 10 دقائق او اكثر بشوي تستوي، بنرجع بنشيلها بنسقطها بالصوص الحر، الصوص بيكون عم يغلي. الصوص اللي قصدك هيدي هيدي الصوص حر. رح نحاول نعرضه هيك على الكاميرا. عفوا هي الصوص الحر
هلا هذا الصوص يعني عباره عن شو؟ عباره عن شو؟ الصوص هذا طبعا نحن بنجيب فليفله حمراء بنطبخها بنفرمها بنطبخها بنصفيها مضبوط من شمسها يعني ايه في حد وفي وسط من شمسها بالمقلي كبير عمدتش اسبوع بتنشف بنرجع من ملحها بنحطها بالبراد ومنجيب هون وقت اللي بدنا نطبخها طبعا بنكون عاملين شوية ثوم مقشرين ثوم مدقة ثوم بصلة وطبعا مجموعة بهارات اللي هي جوز الطيب. ما بتعترفوا بسر نجاح أي لكم سركم الخاص يعني في أكيد 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 في عيارات وفي أشياء بتنحط بتضيف عليها تعطيها نكهة طيبة كتير. هلا مثل جوز الطيب كزبرة كمون فلفل أسود قرفي بينحط معها طبعا بالإضافة للليمون الحامض عصير أو ترنشات الليمون؟ لا عصير تمام. عصير بالمكنة بنطحنين طبعا مع الصلص والهديكة بالإضافة للثوم بتنطحن وبتنطبخ بالطنجرة طبعا بينحط لها لتر أو نص كباية زيت أو كباية حسب الكمية هو بتطبخيها على نار هادي بس تصير تغلي تضعفي تحتها على الاخير تتخمر تطلع ريحه الصوص الحاره طبعا ريحتها طيبه وجميله جدا. يعني شم ريحه الصوص كثير طيب طبعا العم علي من الصبح قبل ما نجي على اللوكيشن حضرتها الساعه 8 كان مجهز لنا القصاص ايه لانه كان عندي طلبيات فاضطريت اني جهزين على السرعه. عم علي نحن رح نتركك تجهز لنا السمكة ونتركك لهذا السر اللي دائما بالطباخ او مع الشيف بحب انه يحتفظ بحاله وننتظرك نحن لحتى نشوف هيك الطبق بالمرحلة الأخيرة كيف حيتقدم. تكرم معي. وأكيد يعني رح بالختام رح نحكي على الصيادية وعلى طريقة تقديمها. تكرم عينك يا أستاذ. نحن رح نروح نتركك مع السمكات ومع طريقة الطبخ ونرجع لعندك. تكرم عينك بتشرفونا. شكرا عم علي. أهلا وسهلا أهلا وسهلا شرفتك.